كان بالطشط مال مال البطانيات نقعد نعم. بخبخية بقى هاي الكليتشة عادات قديمة ما جديدة من أيام جدي وجدتي وهاي كلة النسوان يقولون ما يجي العيد إلا بالكليتشة فلو حتى ما عدنا نحضر لازم كليتشة الأطفال نبغى الأطفال تريدها تعجبهم نحضر نشتري الجوز والتمر والجوز نرجيلة هسة تزيل الأطفال يريدون هاي مال كاكاو نعبي لهم إياه كاكاو فنلم الجيران ونعجنه نحط الطحين والخمره والملح ما تطوريه بس على ما قد ما نعجنه نشتغله ونحشي جوز وتمر وكاكاو وسمسم وجوز نرجيله ومدوغيات يريدون البنات مدوغيات ياكلوها مع الشاي والله يا مداعش حطيناها بالاسطولي او الشباك يعني ماكو عندنا لا براد لا شيء وبالكيس ونحطه وما عليه كل شيء ضل ما يسوي له شيء اهل الموصل مشهورين يعني بعمل الكليتشه وما نقطع الكليتشه هي هاي عاداتنا يعني من سنين لسنين هاي مثل الاثار يسموها هذا هو هذا كليتشه ما لنا كليتشتنا Thank you.